طب تعالى نوريك الدكه وانت بتسجل القضيه، لان احنا اصلا بنحتفل بالقضيه يعني، فانا بروح واجي معاك في الحوار، بس خلينا نشوف الرياكشن واحنا معانا ملك القضيه. كهرباء. يا نهار ابيض على الاسبرنت. كله يا كابتن كله. بص مين الوحيد اللي خالد محمود. دكتور. دكتور خالد. راجل محترم قوي قوي. بص الوحيد اللي هادي. لا بص انا كان يا كابتن كنت بموت هنا. بص انا هعمل ايه؟ بص هعمل ايه دلوقتي؟ ههرب. بص يا كابتن. ايوه هربت انا كده. بص هتلاقيني جريت رحت للجماهير. ايوه انا موجود صح. لا خلاص ما كانوا هيموتوني فهربت. ما اعرفش. اهو اهو. بص انت رحت في سكه ثانيه. حتى المخرج يعني ما كانش عارف يجيبك. لا وكهرباء وموسيماني والناس. وكويس انت ما رفعتش رجلك، لو رفعت رجلك كنت تطلع فوق فاول. ما شاء الله. شفت انت اللقطات دي قبل كده؟ شفتها. بس شوف قد ايه هنا بتبان الروح. بص انا فين؟ انا جيت اهو. الشيخ اهو. رحت للشيخ احمد الشيخ اهو. بعت لعمد الشيخ كله على الدكه ما شاء الله. لا حسن. وقت صعب جدا يا كابتن. توتر رهيب. وخلاص قدرتوا بقى تستهلكوا الوقت المتبقي ده؟ جاي ايه؟ كان خرج مصاب؟ كان خرج. ده الجهاز المعاون لمستر كله كان لابس كمامات ساعتها. سيد عبد الحفيظ. ساعتها هو رامي ساعتها جاي يجهزوا عشان ينزل مكاني. والله. هو غيرك بعد الهدف. انا طلعت في الدقيقة. كان فاضل خلاص 3 4 الوقت بدل خلاص بقى عايزين نكسب بقى. فرامي ينزل يدافع عشان المكسب. والزمالك نزل كمان عمر. خدت انذار ساعتها. خدت انذار عشان تشيرت مش عشان مش عشان حاجه ثانيه. ببقى خايف انا من الانذار الثاني، لكن تظل اللحظه دي هي اللحظه الاهم طبعا لمحمد مجدي قفشه والجمهور.